أهلين جوكهان، والله شايفتك أخذت التليفون من قبل يوم وصار دورك. شو؟ الكل بيقدر يفوت ويطلع من هاي الغرفة براحته، ليش حتى أنا ما بقدر؟ أنا اللي بقدر. أنا جاهزة. لا تصحتي، بترجاكي لا تصحتي. ثلاثة، اثنين، واحد. أو! والله الوضع كتير هادي شباب، حتى حارس المدرسة مانو هون. في شي كتير غريب اليوم. أنا توترت. شباب اجيت. لك فهمني ليش خبرتها ليا براك؟ شو فيها؟ شو فيها يعني؟ يا براك رح ترجعي على البيت فورا وأنا رح دبر لك تاكسي بسرعة. ليش؟ لأنه رح يفيق أبوكي هلا ويلاقيكي مو بغرفتك، وخدي على مشكلة جديدة بقى. ماني رايحة يا براك. لا تعانديني. برأيي أنت هلأ معصب مني بسبب يلي صار اليوم، مشان هيك ما تخلط الأمور. شو دخل هاي بهاي؟ إذا كان ما دخل وإذا كان الموضوع بسبب أبي، فأنا حليت الموضوع مع أجوز من زمان. كيف؟ رح تمشي عليهم مو هيك؟ أكيد رح تمشي. قاعدة عم تدرسي؟ الله يوفقك يا رب. بس تخبايته صعبة شوي، وإذا أهلك عرفوا في مصيبة كبيرة. ها؟ بس بظن أحسن طريقة هدول. نحن ليش عملنا هدول هلأ؟ أنا هلأ رح ورجيكي ليش. ركزي معي ليش عملنا هيك. انتبهي منيح، بتلزقي هاي العلكة على العصاية، بعدين حطي على العصاية صورة يا براك وهي عم تدرس وسبتيها، تمام؟ ومنحطها بهي الفتحة مباشرة، تمام؟ بس ليكي لازم تتركي فراغ صغير بالفتحة حتى يدخل الضوء وتبين الصورة، ماشي؟ أول شي بتقفلي الباب وبتقولي إنه عم تريحي راسك شوي، وهنن شو رح يعملوا؟ طبعاً رح يحاولوا يشوفوا ورح يطلعوا من فتحة قفلي الباب. الحمد لله يا رب. أها، ولا تنسي إنك تغيري الصورة كل فترة، ماشي؟ وإلا أهلك رح يكشفوكي. بنتي الحلوة لساتها عم تدرس لهلا، الله ينجحك يا رب. عبقري ما هي؟ عنجد انك نهفة، ابدا مو طبيعي. لك هاي حلول أوجوز أخي، بس بشرفي حلال عليه. أي والله، يلا نفوت على المدرسة. يلا. ليش عم تدفشني هيك؟ ما عم بدفشك، يلا امشي امشي. Oh.
مرحبا، انت شفت اللي لعبتي شي؟ ألو، وينك أنت؟ بالطابق الثاني. نجي نحن ولا أنت تجي؟ قلي يلا. أخي عملكم تعوا بسرعة. الروح واقفة وحاملة سكين والدنيا عتمة، مالي شايف شيء قدامي. سكين شو؟ ألو، هلا وقتك أنت كمان. يا الله، عم يقول معه سكين ومدري شو. لك بيكون عم يتخيل. علي شكلك كنت عم تتدرب منيح آخر فترة. سكين شو أخي؟ بيكون عم يتخيل. شباب، فيه لعبة كمان. في إشارات. يا رب ما يكون صوت بيبي. عم تسمعوا؟ عم تسمعوا شيء؟ ليك هالفيديو قديش بضحك. هلا وقته هاد؟ مت من الرعبة أنا. والله مت. امشي يلا خلصنا. وقفوا شوي خلونا نتصور. انتي ليش عم تديري وشك شوي شوي؟ وما بينتي بالصورة كمان. هذا هو الجني، هذا هو الجني. عن شو عم تحكي؟ ليش عم توترنا؟ أعطيني هالتليفون. مو نطيت من البرندة لحتى اجي لهون؟ يمكن جرحت رقبتي أو شي. لك حاطت إصبعتك على الكاميرا يا أهبل. يا الله يا براك، للحظة فكرتك حدا تاني.